ما تكون حماية عائلتك، خليك ببيتك والتزم بالوقاية المنزلية. سلامتك والسلامة الناس اللي تحبهم خليك بالبيت. وهيك عراق أفضل، عراق خالي من الفيروسات، ولأن أنت واعي ومتحضر وتعرف خطورات هالفيروس قبل البيت. سلامتك وسلامة الناس خليك بالبيت. حب العراق خليك بالبيت. سلامتك وسلامة الناس اللي تحبهم خليك بالبيت. حماية نفسك، حماية الأشخاص اللي تحبهم، حماية وطنك خليك ببيتك. حافظ على اهلك وعلى اصدقائك خليك بالبيت. خاطر الاطفال خليك ببيتك.